الجيش العربي السوري يدمر تجمعات وعشرات الآليات للإرهابيين ويقضي على العديد منهم في حلب، حما ودرعا. كاميرا الإخبارية ترافق رجال الجيش في الجبهة الجنوبية من دير الزور وترصد الكمائن المتقدمة باتجاه جبال الثربة. بوتين يوعز لوزارتي الدفاع والخارجية بمواصلة العمل مع الأمريكيين بشأن سوريا، وموسكو تكشف أن الإرهابيين يعدون لاستهداف حلب بأسلحة كيماوية. نشرة الأخبار من الإخبارية السورية في دمشق، أهلا بكم. وحدات من الجيش تحبط هجوما كبيرا لإرهابي ما يسمى بجيش الفتح وجندي الأقصى وأحرار الشام على بلدتي كراح والزغبة، وتقضي على أكثر من 70 إرهابيا منهم. وقد نفذ سلاح الجو غارات مكثفة على تجمعات ومقرات التنظيمات الإرهابية في رفاي حما وإدلب. وذكر مصدر عسكري بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ طلعات جوية على أوكار وتجمعات إرهابي جيش الفتح في بلدة التمانع بريف إدلب الجنوبي على الحدود الإدارية مع محافظة حما. كما دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمس بإسناد من الطيران الحربي السوري أكثر من 13 آلية بينها دبابات وعربات قتالية لإرهابي جيش الفتح بريفي حما وإدلب. وفي درعا استهدفت وحدات من الجيش طائرات مسيرة دون طيار وآليات وتجمعات لإرهابي جبهة النصر والمجموعات التكفيرية التابعة لها، وقضت على العديد منهم بينهم متزعمون. نبقى في الملف الميداني، حيث وثقت كاميرا الإخبارية التقدم الذي أحرزه الجيش العربي السوري في حي الفرافرة بحلب واستعادت السيطرة عليه وعلى الحي الواقع شمال غرب قلعة حلب. هذه المناطق التي تقدمت فيها أبطال الجيش العربي السوري هي تحتوي على عدد من السراديب داخل الأرض، إذن الاشتباكات أتت على أعنفها بين أبطال الجيش العربي السوري والإرهابيين. امتازت وحدات المشاة بقوات النخبة، القوة الأساسية التي كان لها الدور الأكبر بالاقتحام بعد عدد عمليات أتت عبر دفة نارية باتجاه معقل الإرهابيين في المدينة القديمة. عملية التحرير هي بدأت من هذه النقطة باتجاه حي الفرافرة، هذا الحي الذي يعد ملاصق لقلعة حلب ويقع شمال غرب قلعة حلب وصولا إلى الداخل. الجيش العربي السوري دخلوا بكل قوة، كسروا خطوط الدفاعية للمسلحين. بدأت العمليات ضمن المدينة بعد إعطاء فرصة للمسلحين لفترة طويلة من زمن لمن يريد أن يسلم نفسه إلى حواجز الجيش العربي السوري، ولكن دون أي جدوى. الآن بدأت العملية بأخذ الجزء الجنوبي الغربي من حي الفرافرة والاستيلاء على هذه الكتال، والعملية مستمرة إن شاء الله حتى تحرير كامل الحي. عمليات الجيش العربي السوري أتت مفاجئة ومباغتة باقتحام حي الفرافرة، لا سيما بأن هذه العملية هي ستتيح التقدم باتجاه باقي الأحياء المدينة القديمة. وليد هناي، الإخبارية السورية من حي الفرافرة المدينة القديمة. وفي حلب أيضا استهدف الجيش العربي السوري الإرهابيين على أكثر من محور وحقق إنجازات مهمة، تفاصيل أوفى في التقرير التالي. عمليات متواصلة تنفذها وحدات الجيش العربي السوري بمختلف محاور الاشتباك، وإنجازات متواصلة يرسخها أبطال الجيش في حلب كما على مختلف الجبهات. يسقط الجيش رهانات العدد، ضربات جوية مركزة
نفذ سلاح الجو على تجمعات ومقرات وتحركات الإرهابيين في خانطومان، معراتة، غرب دارة عزة، غرب قبطان الجبل، كفر حمراء، حريتان، بابيس، في حلب وريفها. تطور يأتي بعد ساعات على استعادة وحدات من الجيش والقوات المسلحة السيطرة على حي الفرافرة شمال غرب قلعة حلب بالكامل بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين. تطور في المشهد الميداني يضاف إلى سلسلة الخطوات الثابتة التي يرسخها الجيش. محطات كثيرة شهدت اندحار التنظيمات الإرهابية على وقع عمليات الجيش، السيطرة على منطقة الكليات العسكرية وتحرير حي بني زيد الذي كان يشكل منطلقا لاعتداءات التنظيمات الإرهابية على أهالي حلب الآمنين. انتصارات تتوالى سبقتها مواقع كثيرة شهدت تقهقر الإرهابيين المدعومين أقليميا وغربيا تحت ضربات الجيش. معركة مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي حملت معها دلالات كثيرة، كما كل المعارك التي خاضها ولا يزال الجيش. خطوات متكاملة تستمر على الأرض تنفذها وحدات الجيش العربي السوري التي تواصل عملياتها على مختلف الجبهات في حلب الصمود التي أفشلت ولا تزال رهانات الأعداء. مدينة حلب وريفها التي تمثل ثقلاً كبيراً في معادلة الحرب والتي ترمقها عيون الأعداء الغادرة رسخ فيها الجيش مدعوماً بالجماهير أسطورة الصمود الخالدة. ونبقى في حلب، فقد استشهد مواطن وأصيب 14 نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية لحي العزيزية والميدان بالقذائف. اعتداءات تتجدد في محاولات يائسة من الإرهابيين للتغطية على هزائمهم، واقع لا يزيد أهالي حلب إلا أسرارا على دحر الإرهاب. أهالي حلب الذين يتمسكون بخياراتهم الوطنية ويلتفون حول جيشهم وقيادتهم تعرضوا منذ بدء العدوان الإرهابي الذي استهدف المدينة والحياة بكل مناحيها لأبشع أنواع الاعتداءات. الساعة 12 بالليل ضربوا هيك العالم كله نايمين. قذائف صاروخية وقذائف الهون واعتداءات بمختلف أنواع أسلحة الإجرام طالت مختلف الأحياء والمناطق الآمنة التي يصر سكانها على الصمود وعلى دحر العدوان. بإذن الله باقيين، وهي بلدنا بإذن واحد أحد، هاي بلدنا والله ينتقم منهم كل ما كل يوم وكل ساعة بندعي عليهم، الله ينتقم منهم ويحمي الجيش. رغم كل القذائف ورغم صلنا أكثر من 5 سنين ونص 6 سنين بالأزمة، رغم هيك الجامعات فاتحة، عم نروح منقدم فحص، عم نروح متابع الأمور كلياتها. رغم كل هالشيء عم بصير والقذائف هي، نضل صامدين إن شاء الله حلب منتصرة، ومهما صار نضل صامدين وشعب حلب صامد بإذن الله. نحن قد ما زدتوا قذائف وإيش ما عملوا محاولاتهم كلها يائسة وعلى الأرض إن شاء الله. حبنا نحن شعب حلب شحب مؤمن تماما، وبقلك تغيرت حلب الشهباء إلى حلب الشهداء. نحن ثابتين حتى الموت، نحن بقيانين وصامدين وهم بهالبلد، وبإذن الله ما بنطلع منه، وكل قذيفة بتنزل نحن عم نقوى أكتر بأكتر. بإذن الله نحن صامدين وبقيين هون، ما بنطلع حتى عدمنا مهما سووا، نحن صامدين ونحن أكبر منهم. رغم الجراح والآلام التي لحقت بالمواطنين وفقدان الأحبة والأرزاق، لكنهم موحدين في الكلمة والموقف الذي يرسخ الهوية السورية الحقيقية، صمود وإرادة تلتحم بالأرض التي لا تعرف اليأس. الجيش العربي السوري جايكم، يعني شقد تخبيت وشقد نزلتوا تحت الأراضي جايكم. وأقول للمسلحين ما لكم مطولين إن شاء الله. هاي البلد الكبيرة المعطاءة اللي كانت عم تدرسنا وبتعلمنا وبتداوينا، ورغم الحصار ورغم الجوع سنبقى نحمي هالبلد، رغم عن أنوفهم، رغم الضرب الصواريخ والمتفجرات، سنبقى هذه البلد نحميها بدمنا أولادنا لآخر نقطة بدمنا. ما منخاف منهم ولا من قذائف ولا من حقد ولا منخاف منهم نحن أبداً أبداً.
حلب بعراقتها وتاريخها المجيد وثقلها من أقدم المدن المأهولة في العالم، والتي عرفت بتربتها الحضارات الحثية والآرامية والآشورية وغيرها، عاصمة الدولة الحمدانية والنقطة التجارية العالمية الاستراتيجية، أسقطت عبر التاريخ كل أطماع الغزاة، واليوم حلب بأبناء شرفاء تسقط من جديد حلقة جديدة من سلسلة العدوان، مؤكدة أن حلب القلعة ستبقى تطل على العالم بعينين خضراوين. ضرب حلب، ضرب حلب ومشيته، كله سجر زيتوني، كله سجر زيتوني، وحاجة تبكي وتنوحي، وبكرة من جي عيوني باكر باكر نجي يا عيون عيون. من دير الزور، حيث ترافق كاميرا الإخبارية السورية رجال الجيش في الجبهة الجنوبية من المدينة إلى الكمائن المتقدمة باتجاه جبال الثردة، مراسل الإخبارية أحمد الحمدوش والتفاصيل. نحن الآن متواجدين في الجهة الجنوبية لمحافظة دير الزور في إحدى معاقل رجال الجيش العربي السوري. كما ترصد كاميرا الإخبارية السورية هذه الأماكن هي تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، من هنا يحاولون التسلل بشكل يومي، وخصوصا عندما تغيب الشمس يوميا هنا تحصل اشتباكات بين عناصر تنظيم داعش الإرهابي ورجال الجيش العربي السوري. رجال الجيش العربي السوري بدورهم يعني يحققون إصابات مباشرة في صفوف التنظيم بشكل يومي وبدون خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. من هذه النقطة يتم كشف بداية جبال الثردة، والتي تعتبر وتسمى هذه المنطقة بجبال الثردة واحد، يليها الثردة اثنين، يليها الثردة ثلاث. هذه هي جبال الثردة، تبدأ من البانوراما باتجاه مدينة الميادين، سلسلة طويلة طبعا هي بالكامل تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. من هذه النقطة يتم رصد أي محاولات تسلل من بداية جبل ثردة القريب من البانوراما باتجاه هذه النقطة. هذه النقطة تعتبر مدخل لمدينة دير الزور وخط الدفاع الأول عن مدينة دير الزور. رغم الطقس السيء والغبرة والعجاج، القوات الجيش العربي السوري عم تقوم بأصعب هذه المراحل بصد الهجوم، والهجوم هجوم شبه يومي، شبه يومي من قبل عناصر داعش، لكن نحن ثابتون بإذن الله وجيشنا صامد وعم يصد أي هجوم من قبل داعش. هلا هي هون نحن منطقة السردة، نحن مقابل جبال السردة، يجي عندك سردة واحد، سردة اثنين، سردة ثلاثة. أهمية استراتيجية لهالمنطقة أنه عندك جبل السردة بيمنع محاولة أي تسلل باتجاه المدينة، إن كان من المطار إن كان المناطق 37، وهون هون يعتبر خط أول يعني كيف بالنسبة لجبال السردة. في كل يوم اشتباكات، يعني بصير اشتباكات باليوم مرتين أو مرة واحدة بينه وبين المسلحين، وفي تكبيد خسائر فادحة. والله معنوياتنا العالي العالي فضل الله، والحمد لله يعني قدرتنا بإذن الله، نحن أمام يعني إلى النصر بإذن الله تعالى. من إحدى معاقل رجال الجيش العربي السوري في جنوب مدينة دير الزور للإخبارية السورية، أحمد الحمدوش. بعد الفاصل، الكونغرس الأمريكي يصوت بغالبية كبيرة لتجاوز فيتو أوباما على قانون يسمح لضحايا هجمات 11 من أيلول بملاحقة النظام السعودي قضائيا.
أهلا بكم من جديد. الاعتداء على السيادة السورية أبرز ما تحاول خلاله دول التآمر تدمير البنى التحتية واستهداف مؤسسات الدولة. في هذا الإطار يأتي الاستهداف الأمريكي لجسرين في مدينة دير الزور والعدوان التركي على مشفى في مدينة جرابلس. يحيى كوسة والتفاصيل. العدوان الأمريكي التركي المزدوج على سوريا يتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات في البيت الأبيض وتلذذ أردوغان باستمرار تدفق الإرهابيين واستبدال مرتزقته من داعش بميليشيا ما يسمى الجيش الحر في جرابلس. في جديد هذا العدوان السافر، غارت طائرات التحالف المزعوم بقيادة الولايات المتحدة على جسرين رئيسيين في دير الزور هما العشارة والميادين وتدميرهما. غارة تصب في مصلحة تنظيم داعش وتستكمل مشروع الإرهاب عبر استهداف البنى التحتية من محطات للكهرباء والمياه ومنشآت نفطية في سوريا، عدا عن العدوان الأمريكي المباشر على موقع للجيش العربي السوري في جبل الثردة في دير الزور، والذي دعم التنظيم الإرهابي للسيطرة على الموقع بشكل مباشر وموصوف. نظام أردوغان الإرهابي راح يتماهى في عدوانه على سوريا مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. هذا النظام أقدم على رفع العلم التركي على مدرسة حولها إلى مشفى لمعالجة مرتزقته من الإرهابيين في جرابلس القريبة من الحدود التركية، وثبت على واجهته يافطة كتب عليها وزارة الصحة التركية مشفى جرابلس في عدوان خطير وغير مسبوق على الأراضي السورية. ما لم يقدر الإرهابيون المرتزقة على الوصول إليه لتدميره من منشآت وبنى تحتية خلال سنوات الحرب على سوريا، تقوم واشنطن وتحالفها الذي باتت تركيا رأس حربته بتدميره في محاولة لإضعاف الحكومة وانتهاك السيادة السورية. لكن التاريخ لن يرحم كل أولئك الذين يدعمون الإرهاب سرا وعلانية، لأن خطر الإرهاب يطال الجميع. أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزارتي الدفاع والخارجية بمواصلة العمل مع الشركاء الأمريكيين بشأن سوريا، وذلك في وقت كشفت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس أن الإرهابيين يعدون لاستهداف الجيش السوري والمدنيين بأسلحة كيماوية في حلب. وزارة الدفاع أعلنت أيضا أنها تلقت معلومات تؤكد تورط فصائل المعارضة في سوريا المرتبطة بجبهة النصرة في قصف قافلة المساعدات الإنسانية قرب بلدة أورم الكبرى في ريف حلب. وقال الفريق فيكتور بوزنخير النائب الأول لرئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في مؤتمر عقدته وزارة الدفاع الروسية بأن موسكو تخطط لإرسال وفد من الخبراء الروس إلى جنيف في أقرب وقت لاستئناف المشاورات مع الجانب الأمريكي بغرض إيجاد السبل المحتملة لتطبيع الوضع في محيط حلب وفي سوريا عموما، معربا عن أماله في استعداد الأمريكيين الشركاء للقيام بعمل مشترك. هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد لنظيره الأمريكي جون كيري خلال اتصال هاتفي استمرار اندماج بعض ما يسمى بفصائل المعارضة المعتدلة بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي. ولفت لافروف خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الجانب الأمريكي إلى أن عددا كبيرا من الفصائل المعارضة التي تسميها واشنطن بالمعتدلة لم ترفض الالتزام بالاتفاق الروسي المؤرخ في 9 أيلول الجاري والخاص بتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية فحسب، بل تندمج أيضا بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتواصل عملياتها العسكرية ضد الجيش السوري جنبا إلى جنب مع فرع القاعدة. لافروف شدد على ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها القديمة حول فصل مجموعات ما تسمى بالمعارضة المعتدلة عن التنظيمات الإرهابية وأن توقف التغاضي عن المتطرفين. صوت الكونغرس الأمريكي مساء أمس بغالبية كبيرة لتجاوز فيتو وضعه الرئيس باراك أوباما على قانون يسمح لضحايا هجمات 11 أيلول بملاحقة النظام السعودي قضائيا. جاء ذلك بعد أن صوتت أغلبية ساحقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ من الكونغرس لصالح رفض النقد، ليكون هذا القرار الأول من نوعه خلال تاريخ ولاية الرئيس الأمريكي الحالي الذي تنتهي صلاحيته قريبا. واستخدم أوباما الفيتو ضد قانون أقره الكونغرس مؤخرا ويسمح لعائلات ضحايا هجمات أيلول الإرهابية بمقاطعة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات. أوصى مجلس الأمن القومي التابع للنظام التركي مساء أمس بتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد لمدة 3 أشهر والتي تنتهي في منتصف تشرين الأول المقبل إثر محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز الماضي.
وقال المجلس في بيان صدر بختام اجتماع عقده في القصر الرئاسي في أنقرة إن قرارا اتخذ بإصدار توصية بتمديد حالة الطوارئ متذرعا بذلك من أجل ما سماها الاستمرار في ضمان سيادة القانون. وفي وقت سابق من اليوم قرر وزير العدل في النظام التركي أن نحو 32 ألف شخص اعتقلوا رسميا على خلفية محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز الماضي. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الهولندية في إسقاط الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا تؤكد أن التحقيق منحاز ومسيس. وقالت زاخاروفا أن التحقيق يستمر في تجاهل الأدلة الدامغة التي قدمها الجانب الروسي، نظرا لأن موسكو هي الجانب الوحيد الذي يقدم معلومات موثوقة حول ملابسات الحادث ويعمل على تحديد بيانات جديدة. إلى العناوين. الجيش العربي السوري يدمر تجمعات وعشرات الآليات للإرهابيين ويقضي على العديد منهم في حلب، حماة ودرعا. الكاميرا الإخبارية ترافق رجال الجيش على الجبهة الجنوبية من دير الزور وترصد الكمائن المتقدمة باتجاه جبال الثردة. بوتين يوعز لوزارتي الدفاع والخارجية بمواصلة العمل مع الأمريكيين بشأن سوريا، وموسكو تكشف أن الإرهابيين يعدون لاستهداف حلب بأسلحة كيماوية. كانت هذه نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.